يعني الذكاء الاصطناعي ما بقاش خيال بنشوفه في افلام هوليوود زي بقيه الافلام اللي كنا بنسمع عنها زمان، بقت حقيقه خلاص واقعيه، وبقى يدخل في كتير من مجالات الحياه، من اول بقى كل حاجه موجوده عندك في البيت، الثلاجه اللي تقدر تقول لها مثلا ايه اللي جوه، ايه اللي ناقص. سمعنا طبعا الكلام ده خلال الفتره اللي فاتت، لغايه الانظمه الحديثه اللي بتهدد كتير من المهن، لا كمان بقت بتحل محل العقل البشري والوظائف الابداعيه، وبقى في كتير من التخوفات هيكلمنا عنها المهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح النور على حضرتك وعلى كل الساده المستمعين. يا اهلا بيك. هو أهلاً. تخوف وتخوف منطقي، هل ممكن يجي وقت، يجي يوم من الايام وتنقلب هذه الالات والروبوتس على الانسان؟ بمعنى انها تحل محله يعني؟ تحل محله وتفوقه كمان. لا، هو طبعا ده اعتقد هو في نظريتين عشان يبقى الكلام بس واضح، لان في ناس متفقه مع الكلام ده وفي ناس مختلفه، ولكن انا ميال لفكره ان ده مش هيحصل لسبب ان البني ادم هو الوقود للذكاء الاصطناعي. طول ما احنا موجودين، طول ما احنا بنغذي الذكاء الاصطناعي بالمعلومات عشان يقدر يدينا نتائج من خلالها، او يدينا استنتاجات من خلال المعلومات اللي احنا بنديها له وتحليلات ونتائج. احنا لو مش بنغذيه بالمعلومات دي مش هيبقى عنده الوقود اللي يقدر يطلع منه الردود والاستجابات والخدمات اللي بيقدمها. فما اعتقدش ان ممكن يجي وقت ويحصل ان الذكاء الاصطناعي يحل محل البني ادم، لكن هو وصل لمراحل مرعبه. يعني وصل لمراحل من الاستنتاجات والخدمات اللي بيقدمها بقت تفوق التخيل اللي احنا ممكن نتخيله في يوم من الايام، وعلى راسها طبعا شات جي بي تي اللي قالب العالم كله بقاله فتره. طيب، بما ان حضرتك يا باشمهندس بتتكلم عن تشات جي بي تي، اعتقد انه مهاره البني ادم اللي بيتعامل مع تشات جي بي تي بتفرق في طريقه وشكل المعلومات او النتاج الخارج من تشات جي بي تي، وطريقه الاستفاده من التعامل مع مثل هكذا تقنيه. دي حقيقه، لان هو فكرته، بس عشان الناس تبقى برضه فاهمه احنا بنتكلم على ايه، كلنا بنستخدم جوجل كسيرش انجن ومحرك بحث، ونسمع عن التطبيقات اللي موجودة على الموبايلات بتاعتنا زي سيري وزي الحاجات اللي بنكلمها وترد علينا. هو عبارة عن ميكس ما بين الحاجات دي كلها، عبارة عن واجهة تطبيق بسيطة جدا، بنكتب له الحاجة اللي احنا عايزينها، اعتبريه مساعد شخصي، اعتبريه سكرتير ليك، تطلبي منه اي حاجة حضرتك عايزاها وهو بيديلك الرد عليها. ومن خلال الاجابات بتاعت حضرتك، يعني خلال نفس المحادثة لما بتقولي له كلام بيرجع يستخدمه خلال المحادثه ويقدم لك دي معلومات. يعني على سبيل المثال، يعني حضرتك بتساليه عن حاجه محدده مكانها فين، فقال لك ده مكانها في وسط البلد، فبتقولي له طيب هي مكانها في وسط البلد جنب الحاجه الفلانيه، فيرجع يستخدم الكلمه اللي انت قلتيها، يقول لك يبعد عن الحاجه الفلانيه مسافه كذا. فهو بيستخدم الكلام اللي انت بتقوليه من خلال المحادثه، طبعا خلال المحادثه، لكن لو حضرتك قفلت المحادثه وعملت محادثه ثانيه فبيرجع يستخدم الكلام اللي بتقوليه الجديد مش القديم. هو بيجيب كلامه منين ومعلوماته منين؟ من خلال الانترنت ومحركات البحث والالجوريزمز اللي هو بيعتمد عليها، زيه زي الفيسبوك وزي اي حاجه احنا بنستخدمها. ولكن هو اكثر ذكاء وبيرد عليك. طيب، عظيم. ممكن يعمل حاجات كتيره جدا فوق ما حضرتك تتخيل. يعني عايز تبعت ايميل بروفيشنال، تقول في حاجه لاي حد، يكتب لك ايميل بروفيشنال ما فيهوش اخطاء املائيه، مكتوب صح جرامر باي لغه حتى لو كان عربي. ولكن هو لسه مازال في العربي الى حد ما، الجمل بتاعته تبقى مكسره شويه مش متناسقه. لكن في بقيه اللغات طبعا بيطلع حاجات رائعه جدا. طب لو المحتوى اللي طلعه لك انت شايف انه مش مناسب قوي، تقدر تقول له اعاده، يعني اعمل لي جنريشن جديد او اعاده الاصدار من الكلام ده، يصيغه لك بشكل تاني مختلف. يساعدك في كتابه رساله علميه ويجيب لك المصادر بتاعتها. يساعدك في اي حاجه حضرتك عايز تسال عليها في اي موضوع، مش بس في المواضيع العامه، لا يعني في العلوم، كيمياء، فيزياء، رياضه، يكتب كود لبرمجه من اي لغه. اي نوع من انواع البرامج، يعني عايز تكتب بسي بلس بلس، بجافا، عايز تكتب باي حاجه، يكتب لك الاكواد ويقول لك الخطوات. بيعمل عمليات رياضيه، تكامل وتفاضل وكل اللي حضرتك عايزه. يعني تقدر تقول هو روبوت بس من خلال الكتابه. طب ده عظيم جدا. عايزين بس نغتنم وجود حضرتك وتوضح لنا الموضوع ده. في تقنيه اكيد حضرتك سمعت عنها اسمها الديب ليرنينج او التعلم العميق، يمكن من خلالها الروبوت ان هو يعني يتكلم ويستنتج ويتفاعل ويناقش ويعتمد على نفسه. بحسب ما سمعنا ده عالم نفس امريكي هو اللي اخترع هذه التقنيه. هل ده يشير الى ان اللي جاي في عالم الذكاء الاصطناعي هيفوق البشر او ممكن يساوي على الاقل قدرات البشر؟
ده طبعا وارد جدا ان هو زي ما بقول لحضرتك انه يحصل، ولكن مش هيحل محل البشر. لان في علوم كتير استحدثت الفتره الاخيره كلها بتعتمد على نفس الفكره ومتقاربه في معناها. في ديب ليرنينج، في ماشين ليرنينج، في عندنا الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. كل دي علوم بتعتمد على جمع المعلومات وتحليلها وتخزينها، وباستخدام بعض الالجوريزمز والمعادلات الرياضيه يقدر يطلع منها نتائج تقدر تفيدك بعد كده في اي حاجه، سواء بقى يعني في حاله مثلا الشات جي بي تي ما فيهوش فويس، في حاله الديب ليرنينج ده في فويس ممكن تكلمه. الخدمات بتختلف بشكل او باخر، ولكن كلها بتعتمد على نفس الفكره او نفس المضمون، وهو تحليل البيانات وتطلع منها بنتائج. عشان كده في علم كمان موجود دلوقتي او بقى مظاهر بشكل كبير اسمه بيج داتا، هو عايز بيانات ضخمه وياخدها يحللها بناء عليه يقدر يديك من المعطيات يديك نتائج. فهي كل العلوم دي بتعتمد على فكرة استخدام الآلة في خدمة البشر. هل ممكن يجي اليوم والآلة تحل محل البشر؟ أنا ضد النظرية دي، في ناس مؤيدة ليها ولكن أنا ضدها، مش هينفع ده يحصل. يعني الحديث يا باشمهندس قدرات البشر؟ آه طبعا تفوق قدرات البشر. زي ما حضرتك النهاردة في الوقت الحالي كلنا في المدارس الأولاد بتستخدم كالكوليترز وآلة حاسبة وتقدر تعمل بيها حاجات في أوقات قليلة. هل ده معناه أن هو هنستغنى عن الشخص ويبقى الآلة الحاسبة هي اللي تخش الامتحان؟ لا، هي أداة بتساعدك، أداة مساعدة، لكن أعتقد مسألة تنمية القدرات لو احنا بنتكلم عن الأطفال الصغيرين، فهنا التطور العقلي بتاعهم لما بتتم استخدام هذه التطبيقات في سن مبكر أعتقد إن ده يؤثر عليه. بالطبع الدكاترة كتير قالت، حتى فكرة إن أنا النهاردة أجي أجمع أو أطرح أي حاجة، لو أنا بشتري حاجة من حد ويقول لي كذا زائد كذا بكام، بروح مطلع الآلة الحاسبة وحاسبها، ده مع الوقت بيعمل حالة من الخمول للعقل البشري. لا، لازم من وقت للتاني، زي حضرتك اللي بيلعب رياضة، ما هو ده دي حاجات كلها بتنمي القدرات، فما ينفعش نعتمد على الحاجات دي بنسبة 100%. لا، ده الرياضة كمان يعني مهنة فيها إبداع بشكل كبير، فأعتقد إنه دي الناس اللي تضمن إنه الآلة عمرها ما هتحل محلها. الحاجات اللي فيها إبداع، الحاجات اللي هي فيها شوية الفن، الناس اللي بترسم، يعني صعب هنا المهارة كبيرة عند الإنسان. ده حقيقي، ولكن في جزء صغير من اللي حضرتك قلتيه بقى موجود على الذكاء الاصطناعي، إن زي ما كنت بكلم حضرتك على الشات جي بي تي، أنت ممكن تقولي له اكتب لي قصة لطفل عنده 20 سنة، لطفل عنده 10 سنين، اكتب لي موضوع وهنا تكمن خطورة الشات جي بي تي. ايه يا فندم؟ وهنا تكمن خطورة الشات جي بي تي، عشان كده الناس يعني متخوفة جدا من الشات جي بي تي. هي الناس غير انها متخوفة، في حالة من الانبهار والذهول من القدرات اللي بيقدر يقدمها. وما زال لغاية النهاردة هو في مراحله، يعني ده الشات جي بي تي ده ثلاثة، فيرجن ثلاثة، الإصدار الثالث منه، وهم لسه بيطوروا فيه. فالفكرة بتاعت الذكاء الاصطناعي انها كمان تبقى متاحة ومجانية للناس دي كل، يعني أي حد يقدر يخش يستخدمها، ده اللي عامل حالة من الإبهار والذهول للناس. عادة الحاجات دي تبقى بفلوس، ولكن هم فعلا بدأوا يعني يفكروا في فكرة ان يبقى في اصدار من الحاجات دي بفلوس اللي تقدري تكلميه بدل ما تكتبي، وده مش موجود في مصر، موجود في امريكا. لكن الفيرجن المتاح اللي على الانترنت اللي هو الفري ده، اللي هو تشات جي بي تي العادي ده، موجود على الانترنت. وحتى كلمة جي بي تي مقصود بيها جينيريتيف بري تريند ترانسفورمر، اللي هو توليد لحاجات سابقة التدريب. يعني هي ما بتجيش لوحدها، ما بتجيبش معلومات لوحده. يعني لما اجي اساله مثلا مين وليد حجاج؟ جاب المعلومات عني، طب جابها منين؟ هل هو يعرفني؟ لا، هو استخلص ده من اللي مكتوب على الانترنت عني باللغه الانجليزيه في اماكن كتيره، فخده وطلع لي مختصر منه. طب لو انا ما فيش معلومات موجوده مش هيقدر يديني اي معلومات. فهو في الاخر زي ما بقول لحضرتك، هي بتعتمد على انه بياخد المعلومات وبيحللها ويقدر يطلع منها بالالجوريزمز والمعادلات الرياضيه بنتائج تقدر تبقى في شكلها بسيطه للشخص اللي يقدر يقراها. عظيم. اذا مهما تطور يا باشمهندس مفيش خطوره منه. مفيش خطوره ما دام بيستخدم في النطاق الجيد، لان اي حاجه في الدنيا فيها نطاق جيد، يعني وجه قبيح ووجه حسن. ما الانترنت نفسها اللي احنا كلنا بنعتمد عليها وبنستخدمها، ومواقع التواصل فيها كده وفيها كده. طول عمرنا من زمان، من اول ما الدش اتعمل يقول لك لا الدش ده مش كويس، لا ده في حاجات كويسه. فاي حاجه ليها وجهين، احنا هنستخدمها ازاي او هنوظفها ازاي؟ هو ده السؤال اللي يطرح نفسه. هل الناس هتستخدم التكنولوجيا والاليات الحديثه دي في انها تستفيد منها ولا تضر نفسها؟ يعني من ضمن الحاجات اللي بيعملها الذكاء الاصطناعي ده، قلت له اكتب لي ايميل وهمي ابعته لشخص وكان اداره الفيسبوك هي اللي بعته له، وبتقول له غير الباسورد عشان يخش على اللينك عشان حد ياخد حسابه. كتب لي ايميل فعلا
اي حد هيقراها يحس ان ده اداره الفيسبوك هي اللي بعتها ليك، وبالتالي يمكن اساءه استغلال الحاجات دي من اي نوع من انواع الاساءه. فاحنا الفكره ان احنا ازاي نستخدمها صح، ازاي نسلط الضوء على الجانب الايجابي مش الجانب السلبي، لان هذا زيها زي اي حاجه. طيب كل الشكر لحضرتك المهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات، شكرا جزيلا ليك يا فندم.